حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد الخثعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 400 نسأله الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فأعطهم قال يا رسول الله ما عندي إلا ما يقيضني والصبية قال وكيع القائز في كلام العرب 4 أشهر قال قم فأعطهم قال عمر يا رسول الله سمعا وطاعة قال فقام عمر وقمنا معه فصعد بنا إلى غرفة له فأخرج المفتاح من حجزته ففتح الباب قال دكين فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل الرابض قال شأنكم قال فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء قال ثم التفت وإني لمن آخرهم وكأنا لم نرزق منه تمرة